مسألة في منتهى الأهمية هتبقى ليها تأثير رائع لو تحقق. وأنا كنت لسه، واسمحوا لي أن أذكر دي، كان من 40 سنة السلام بين مصر وبين إسرائيل أمر محدش مقدر أنه ممكن يتحقق بشكل جيد. النهاردة بعد ما اتحقق السلام بين مصر وإسرائيل بقى في واقع جديد هايل وعظيم ممكن يتحقق لو قدرنا نوجد حل للقضية الفلسطينية.